منذ زمن بعيد ما بلت صفحات المصحف دموعي، منذ زمن وأمد طويل أقرأ عن الصدقة ولم أتصدق. طالما أحييت الليل بآيات تتكلم عن السماحة واللطف والعطف والرحمة، ولكن جلمود قلبي قد قسى صخره. طالما تكلمت الآيات التي وقفت بها طول الليل عن بر الوالدين وأمي ترن علي ما بسألش فيها، طالما وقفت أتكلم عن الأمانة وما رعينا حق الأمانات، إنما أردت أن أحيا بما في الإحياء، عسى الله أن يتجلى بالمسمى على قلبي فيحصل بالوصف العطف واللطف، فيحصل انتعاشا لذلك القلب الذي قسى، وذلك الوجدان الذي نسى، وتلك الجوارح التي هفت وبعدت عن الله كثيرا وقست وعصت ونست، لعل الله يحيينا من بعد موتنا حياة الصالحين. اللهم أنعشني بالموتة الأولى وأحيني بالولادة الثانية، لأعيش حياة أهل حياتك في هذه الدنيا الفانية حياة باقية، لأدخل في طريق شريعته إلى خلوة لي وقت مع الله، وعلى إثر معرفته إلى حال فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذ هو بابك الذي من لم يقصدك منه سدت عليه الطرق والأبواب. لذلك كنت أقول جلوسك بين يدي عارف ذو جلوة ولو لحظة نظرة خير من قضاء العمر كله في خلوة. قال له يا ولدي تسبيحك يجعلك تستغفر لنفسك، أما جلوسك بين يدي تطلب الحق يجعل الملائكة تستغفر لك. تسبيحك صلاتك على نفسك، أما جلوسك عندي تطلب الحق يجعل الله وملائكته يصلون عليك. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين حتى الحيتان في البحر يستغفرون لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذه مواطن تسكب فيها العبرات وتفاض فيها النظرات، ربما يطوف على المجلس تسقط حبة من تسبيحات الملائكة على قلبك فتجتبى لحظيا، ربما تتجلى لك صلاة الله عليك فتجتبى في مجلسنا لحظيا، ربما تطوف أنظار الصالحين عليك وأنت عند أستاذك ما جئت إليه إلا لتطلب الحق. الله يجعلك لحظيا من أهل الحقيقة، تترجم بترجمان المعارف وتخرج عن مألوف الزخارف وتنطق بالحكم بما يعجز من لا علم له ومن له علم. يعني خلاص بقيت انت أعلم أهل زمانك؟ قال ليس في الأرض من هو أعلم مني. قال له طب استنى دعوة، روح عند مجمع البحرين هتقابل هناك راجل بس أعطينا الوصفين، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فذاق بمذاق الرحمة العندية العلم اللدني، فصار يترجم بنا من عندنا ما لم تكن تعلمه يا موسى.